السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين قناتي قناة نفيد ونستفيد. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى محمد بن عبد الله خير الهدى وخير المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. خير الكلام يا إخواني، اليوم سأتحدث عن موضوع دائما مفيد جدا وطرح وأنا سئلت عنه في الحلقة التي مضت. كان أحد المشتركين دائما يطلب مني أخي العزيز بناء على طلبه، يعني ما هي الأطعمة المقدمة لطيور البيت سواء كانت في الصيف أو في الشتاء. أنا يا إخواني اليوم سأعرض عليكم كمان أكثر من شيء يمكن أو أكثر من صنف من الطعام لاستخدامه في فصل الشتاء الحالي الذي نعيش فيه الآن، وسأتطرق بعدها إلى الأكل المفضل في فصل الصيف. طبيعي يا إخوان اليوم أنا بالبداية أعتذر على التأخر نظرا والله لطقس الجو وعدم الظهور كثيرا في الفترة الماضية نظرا لظروف العمل أولا وظروف الجو ثانيا. اليوم سأناقشكم في هذا الموضوع وسأتطرق إلى الأكل المفضل لطيور البرجي في فصل سأبدأ في فصل الشتاء، لأننا الآن نعيش في فصل قارس البرد شديد البرد. يعني اليوم يا إخواني سأناقشكم بهذه المأكولات. أول شيء يا إخواني دائما أنا أنصح الجميع، يا إخوان ركزوا على كلامي، أنصح جميع المربين أن يتطرقوا إلى البيض المسلوق. لماذا يا إخوان؟ في هذه الأجواء الصعبة من البرد وفي فصل الشتاء خصوصا، أول وجبة رئيسية أتطرق إليها هي وجبة البيض المسلوق، أي أن تضع لطيورك ما يعادل حسب طبعا أعدادها نصف بيضة، بيضة كاملة نصفين تكون طبعا أنت وعدد طيورك، تقدر عددها ثم تقوم بتقطيع البيض. لماذا يا إخوان؟ البيض المسلوق يا إخوان يعمل على عملية مهمة جدا وهي تيسير الهضم وفتح الأمعاء. في هذه الأجواء التي نعيشها طبيعي الجو يكون درجات الحرارة في بعض الدول تنزل إلى 2 و3، يعني فربنا يكون بالعون، هذه أمور صعبة طبعا بجانب التدفئة أكيد. يعني أنا لن أتطرق إلى التدفئة كثيرا لأنني قد نصحت بها أكثر من مرة وقد تناقشت مع الجميع بخصوصها بأن يا إخوان التدفئة مهمة جدا خصوصا في هذه الأجواء. التدفئة عامل مهم وعامل قوي جدا جدا في توعية في وصول طيورك لأول شيء تجنب الأمراض، ثاني شيء لتيسير جميع البيوض، يعني لأن السبب في دائما تعثر البيض يرجع إلى البرد طبيعي. لا نتطرق لهذا الموضوع كثيرا، إذن التدفئة عامل مهم جدا. إذن الأكل الأول المفضل وضعه في فصل الشتاء والروتين دائما أخي العزيز يجب أن تقوم بوضع نصف بيضة مسلوقة كل يوم، إن لم يكن بيضة تكون نصف حسب عدد طيورك، إن لم تكن نصف تكون بيضة، هذه ترجع لك ولعدد طيورك. طبعا التربية الجماعية تفرق وتكون أكثر من التربية الفردية مما ينبغي عليك أن تزود الكمية، هي عامل مهم. أولا البيض يعمل على تفتيح مسامات الجسم ومن ثم فتح الأمعاء وتيسير الهضم، هذا أول وجبة. ثاني وجبة يا إخواني وليست صعبة هي موجودة عند الجميع، هي الخلطة الأساسية للبذور. هناك النيقرو الأسود المخلوط مع التخن الأصفر مع عباد الشمس مع البرقم، كل هذه تكون الخلطة الأساسية المكونة من 4 أصناف. طبيعي فيها أنواع الفاكهة المكسورة التفاح والجزر، كل هذه تكون مكسرة توجد يعني في محلات بيع العصافير، هي الخلطة المكونة من الحبوب المؤلفة دائما من أكثر من نوع، تكون داخل هذه الخلطة 4 أنواع لا تقل عن 4 أنواع، هي عامل مهم، عامل منمي، عامل ميسر أيضا في فصل الشتاء. طبيعي يا إخوان تجنب الخضار كثيرا، لأن يا إخوان عوامل الجو وسهل وتواجد الخضار دائما يعملان على يا إخواني تلبية نوع من أو
توريد نوع من أنواع الإسهال التي نسأل الله لا يأتي لطيوركم. إذا أنا لا أقول ابعدوها كثيرا، إنما خففوا من الخضار، لأن كما تعلمون فصل فصل الشتاء دائما تكثر به الخضروات، الجرجير بكثرة، الخس، الجزر، حتى الخيار، حتى الخيار يتكاثر. ولكن يا إخوان خففوا من هذه الأشياء، حاولوا أن تكون يوم واحد في الأسبوع، وإن قلت يعني تكون كمية بسيطة جدا، هي للتنويع، هي للتقوية الجنسية وليس مهمة كثير، هي محفز جنسي وليس كثيرا. يعني أنا أنصح الجميع بعدم الإكثار من الخضروات في فصل الشتاء. إذن اعتمدوا في الدرجة الأولى على البيض المسلوق كوجبة بجانب الحبوب أو الخلطة الرئيسية. يعني إن أردت أن تضيف لها نوع من أنواع الأكل الجديد، ضيف لها البيض المسلوق يوميا أو يوم بعد يوم، يعني ممكن تخليها 3 أيام في الأسبوع يكفي عادي جدا، هو ميسر للمعدة وغير صعب على هذه الطيور، ويعمل على عملية أيضا تيسير البيوض يا إخوان. حتى لو أن هناك أنثى تريد أن تبيض تكون عندها الأمور جيدة والأمعاء يعني منفتحة، وحتى عظمة الإخراج لديها تكون موسعة بفضل أن هذه البيض المسلوق يعمل على عملية تيسير كامل للأمعاء. بالدرجة الثالثة طبيعي اعتمدوا يا إخوان على الليمون والماء والثوم، لأن الجميع يعلمها والجميع أكيد معه وعي بها وقيمتها تصل للجميع دائما. هي تعمل على أول شيء مكافحة جميع أنواع الأمراض، هي خلطة يتم من خلالها يا إخواني مكافحة جميع أنواع الأمراض التي من الممكن أن تنشب عند الطائر. هي تكون يوم واحد في الأسبوع تكفي، أو خصصها نهاية الأسبوع. الخلطة سهل تركيبها وتجميعها وعملها، هي مؤلفة أول شيء تكون لديك نصف المشربية ماء، إن لم طبيعي يا إخوان حسب أنواع طيورك وأعدادها. طبعا أنا أعطي مثال بسيط، يعني ما لديه جوز من الطيور على نصف المشربية الماء يضع 5 نقاط ليمون، أي يعصر 5 نقاط ليمون، من ثم يضيف لهم فص ثوم واحد يكون مقشر يضعه معهم، وربع معلقة عسل إن وجد، إن لم يوجد لا إشكال في ذلك. إذا الماء والليمون والثوم يكفي، إن وجد عسل يفضل أن توضع معلقة صغيرة. ثم يا أخي تقوم برج المشربية جيدا وتضعها تتركز 6 ساعات، بيصبح لونها أصفر. طبيعي الجميع يعلم هذه الخلطة، ولكن أنا أريد التنويه لمن لا يعرفها، وهي تكون يا إخواني بجانب الأكل المفضل للبلجي في الشتاء. هو على فكرة ليس أكل، ولكن هو مهم جدا جدا، هو أكل يعد، أنا بالنسبة لي يعد متمم من أكلات الشتاء المهم وضعها دائما، وهي تكون يوم واحد في الأسبوع تكفي. إذا بعد أن تتركز 6 ساعات يكون الطائر قد عطش، تكون رفعت من عنده الماء، يكون قد تعطش كثيرا للماء، تقوم بتقديمها له، وعلى بركة الله هي عامل مهم كما قلت لكم، تعمل على إزالة أكثر من نوع من الأمراض، تكافح جميع الأمراض، هي مضاد حيوي طبيعي لا أعراض له ولا ضرر، بل فائدة مقوي أيضا جنسي جدا من خلال الثوم. الثوم تعمل على تقوية الجنسية للطيور، والليمون يعمل على إبادة وقتل جميع الميكروبات في الجسم الطائر، وأما العسل فيعمل على تيسير المعدة وتسهيل أمورها من خلال إخراج هذه الحشرات أو هذه الميكروبات من مخرج الطائر في البراد، عزكم الله. إذا تكلمت أول شيء عن الأكلة الرئيسية في الشتاء هي البيض المسلوق، ثانيا يا إخوان اعتمدوا على الحبوب الرئيسية والتي تتألف من خلطة النيقرو والبرقم والبريقة وأيضا التخن وأيضا الفاكهة المكسرة، توجد هذه الخلطات، وعباد الشمس أيضا توجد هذه الخلطات في محل بيع العصافير. أما بالنسبة للمشروب أو الأكل الثالث أنا أفضله كما قلت لكم خلطة الليمون والثوم والعسل في الماء، هذه من الأمور المهم أن تعرفها، والأكلات المفضل وضعها فقط في فصل الشتاء. تمام يا أخوان، الآن يا أخوان سأناقشكم في مسألة اللهم صل على سيدنا محمد، سريعا مأكل أو أكل الطيور في فصل
الصيف. الصيف كما تعلمون يا إخواني هو يكون جو دائما شوية صعب على الطيور، يحتاج الطيور دائما إلى وضع أكثر من نوع له من خلال تخفيض حرارة جسمه. ده طبيعي، تأتي الفواكه ويأتي الخضار في الدرجة الأولى مثل الخيار. الخيار مهم وضعه دائما في فصل الصيف لأنه يعمل على تخفيض حرارة جسم الطائر. من ثم يا إخواني الخس والجرجير مهمان، والنعنع، كل هذه الأمور تدخل في فصل الصيف. التفاح، الموز، النجاص، البرقوق، كل هذه الأنواع يأكلها الطائر بجانب الحبوب. أيضا البيض بالبقسماط، كل هذه الخلطات يا إخواني تسمح لك وضعها ومسموح لك التعامل بها في فصل الصيف لأنها لا ضرر بها ولا ضرار، تكون الأمور جيدة. طبيعي وضع الماء للاستحمام لتبريد جسم حرارة الطائر. أنصح الجميع بإراحة الطيور في فصل الصيف، عدم تكاثرها، أي رفع البياضات والبدء في تربية الفراخ وتنميتها لتدخل فصل الشتاء جاهزة للتزاوج. أي الاهتمام بالطيور في فصل الشتاء من خلال الأكل، من خلال التعرف على أنواع الأكل، ومن خلال أن يكون الطيور جاهزة لموسم تكاثر فعلي جاي أو قادم. في النهاية دائما أسأل الله التوفيق للجميع. هذه الحلقة بناء على طلب أخي العزيز وأيضا مهمة للجميع أن يعلمها، كانت تتحدث عن أنواع الأكل المفضل وضعها لطيور البادجي في فصل الصيف، الشتاء أولا من ثم فصل الصيف، وهي مهمة للجميع. من لديه سؤال استفسار حول موضوع الحلقة أو غيرها من الحلقات، أسفل الفيديو دائما يوجد به صندوق الوصف، عليه رابط الصفحة الشخصية عبر صفحتنا في الفيسبوك، وأيضا يا إخواني رقم الشخصي عبر الواتس أب للتواصل المباشر، وأيضا صندوق الردود تحت أسفل الفيديو. أنا أتابع جميع الردود وبإذن الله سنصل للجميع وسنكون على دراية بالجميع. في النهاية دائما أسأل الله أن يوفق الجميع. لكم فائق تحياتي وخالص احترامي، ولكم مني كل الاحترام. أخوكم محمود وادي من قناة نفيد ونستفيد.